نجمة موهوبة كل يوم بتنجح أكتر من اليوم اللي قبل منه، ما بيهمهاش كلام الناس ولا بتسمع ولا بترد. ضفتي الليلة النجمة مي عمر لما اعتذرتي عن دورك في نسل الأغراب أكتر من مرة. بقيت أحس إن بجد شغلي مع محمد مضر ليا وليه، بيسيبوا مجهودي، بيسيبوا التعب، بيسيبوا كل حاجة، بيقولوا واسطة، انت بتشتغلي بالواسطه وانت بتشغل مراتك بالواسطه. مي عمر تبعت في ايه من دنيتها وخدته؟ خدت اكتر، لان وانا لما كنت في المدرسه وفي الجامعه كان نفسي ان انا امثل، كان نفسي ان انا امثل جدا، وما كانش نفسي في شهره، ما كانش نفسي، كان نفسي امثل، كنت بحب التمثيل، وربنا اداني اكتر، اداني اكتر بكتير من ان انا كنت متخيله. ممكن انك انت في وقت تقري ورق لمحمد سامي وفي دور يعجبك وتكون فنانه تانية مرشحه ليه فتقولي له محمد انا مراتك. بقول لك ايه، لو اديته لحد غيري هحرق لك الورق ده ومش هتدخل البيت ابدا. استاذ عمرو عرفه المخرج الكبير رد وقال ده صحيح بينفخه في قربه مقطوعه. لو حقيقي هو كان يقصدني صدمة يعني غريبة. مي عمر عندها كم وش في الحياة؟ كتير كتير. مش انها بتتقلب يعني، بس قصدي يعني تقدري تعديهم ولا بس هم عديدين؟ خلي بالك انا مودي قوي، فممكن ابقى مبسوطه وفجاه ابقى متضايقه وفجاه ابقى متنرفزه يعني. يبقى الفقره دي عشانك بقى. اه طيب، انا هنزل لك صوره، وكل صوره بنزلها هطلب منك انك انت تعبري عنها بوجه من الوجوه الثلاثه اللي انا منزلها. اوكي موافقه؟ يلا بينا. يلا بينا. أول صورة معايا النجمة سعاد حسني والنجمة فاتن حمامة. بصي أنا بحبهم الاتنين جدا جدا جدا. لازم تختاري واحدة. أنا هختار سعاد حسني. أنا عارفة أنت هتختاري مين. كنت متأكدة. فاتن حمامة عملت من أعظم الأفلام اللي اتعملت في تاريخ السينما. ده يعني نفسي أعمل تاريخ زيها، يعني دايما بقول ان انا نفسي اعمل تاريخ زي فاتن حمام. بس سعاد حسني عندها ميكس كده، ايه، عندها لذاذه زياده عن اللزوم. نخشة تظهر على الشاشه انت تضحكي تبستي. هما المقارنه بينهم صعبه يعني. محمد لما راح يتخانق معايا. هو بيحب فاتن حمامه قوي. طيب مي عمر تحبي تكوني السندريلا ولا سيده الشاشه العربيه؟ لا انا احب ابقى مي عمر. بس انت في لؤلؤ الجمهور شبهك بسعاد حسني. ماشي، انا قريت كتير مكتوبه والناس كاتباها. دي حاجه صح؟ اكيد تبسطني يعني. تبسطك طبعا. طبعا عشان كده في علاقه غرام ما بينكم. كل الناس بتحب سعاد حسني وكل الناس بتحب فاتن حمامه، يعني مقارنه بصراحه صعبه. نروح للي بعده. اللي بعده. ده اختيار سهل جدا. ده سهل جدا. عمر الشريف. احمد السقا نفسه لو قاعد مكاني هيدوس عمر الشريف. معاكي بقى علامه لاف واحده، احمد السقا ولا عمر الشريف؟ عمر الشريف. احمد السقا يعني، احمد السقا بقول لك لو قاعد مكاني وشاف الصورتين دول هو هيدوس عمر الشريف. بس ليكي مبرر انك تختاري احمد السقا لانك اشتغلتي معاه؟ طبعا انا بحبه جدا جدا جدا. ده يعني من احمد السقا انا اتعلمت منه كتير على فكره. بجد؟ طبعا. نجم في اخلاقه، في مذاكرته، في لما بيجي اللوكيشن اكتر واحد بيجي بدري، بيقعد يذاكر اكنه لسه في اولى معهد. احمد السقا ما وصلش للي هو فيه ده من فراغ. خلاص علامه اللاف حطيها بقى لعمر الشريف. بس انا كان نفسي امثل مع عمر الشريف، كان نفسي اجي بدري شويه، كان نفسي اتولد بدري. اللي بعده. ياسمين صبري ونسرين امين، تديهم علامه ايه؟ هديهم لاف هما الاثنين. لاف؟ انا من زمان يعني من وانا صغيره انا بحب السلام. انا بحب السلام في كل حاجه، انا بحب السلام الدولي يعني عامه. انا
من الحاجات اللي لو أقدر أعملها إن أنا أدعم السلام في العالم. أنا بكره الحروب وبكره المشاكل وبشوف إن مفيش حاجة مستاهلة إن حد يعادي حد وإن حد يقتل حد ويعمل في حد يعني بحس إن السلام بجد أحسن حاجة. عشان إحنا في رمضان يعني رمضان كريم؟ رمضان كريم طبعا. اللي بعده؟ الأستاذ الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. ده لفظ طبعا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ طارق الأول. الحمد لله على السلامة يا أستاذ طارق. لأنه كان لسه قايم من وعكة صحية وكان عنده كورونا الحمد لله ربنا يقومه بالسلامة. أنا بحترم رأيه جدا ولما بيكتب أي نقد ليا سواء إيجابي أو سلبي بركز فيه بجد بركز فيه. وبشوف هو كتب كده ليه؟ طب ايه اللي مش عاجبه؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه مش عاجباه، فبركز. انا بحترم اراءه جدا. كتب قبل كده ناقد بس انا مش فاكراه، بس كان ناقد سلبي. كان مش فاكره في مسلسل ايه. وكتب في الفتوه. كتب عن المسلسل ولا عن دورك؟ لا لا عن دوري. عن دورك. ما كانش عاجبه. كتب حاجات معينه مش عاجباه. وساعتها ركزت لان استاذ طارق ناقد كبير وما بيكتبش اي حاجه. ده حقيقي. فقلت لازم اركز. طب ايه اللي مضايقه؟ طب في ايه في الاداء مش عاجبه؟ ولما كتب فيا نقد ايجابي في الفتوه. في الفتوه كتب نقد ايجابي. وكلمني في برنامج في التليفون. وقال لي كلام حلو قوي قوي قوي. انبسطتي بقى؟ اكتر مره انبسطت فيها لان رايه بيهمني بجد. ولانه ألمه حقيقي. بالظبط. فلما قال لي ان هو معجب بالدور ومعجب بالاداء وشايف ان هو تلقائي وان هو ينقد يعني بمهنيه شديده الصراحه جدا جدا جدا. فبسطت جدا. فطبعا طبعا هديله لاف. خلاص وانا كمان اتنين لاف. يا بخت استاذ طارق الشناوي اتنين لاف النهارده. يلا بقى حطي له لاف. يلا طيب بصي بقى يا مي. خلاص بس عايزة أقول لك بقى إن أنا كنت معاكي يعني دبلوماسية. مش عايزة أزعلك عشان أنتي كتكوت نايف كده قاعد معايا وردة كده قاعدة معايا. جاهزة للعرافة؟ جاهزة. يلا بينا. أهلاً 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 وسهلاً. إذا كنت أنتي جلجل جلاجل جلجلة أنا العرافة عفارف عفرافة. بصي أنا هقولك حاجة واحدة أنتي قلتيها صح. قولي. فعلا بعد نجاح الأسطورة أنتي كسرت الدنيا. وفي مخرج مهم جدا اسمه تامر محسن بعتلك في مسلسل مهم جدا اسمه هذا المساء. اعتذرتي ليه؟ اعتذرتي عن بطولة هذا المساء؟ حد يرفض دور مع تامر محسن؟ لا انا بحبه جدا 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 جدا. طب ازاي ليه؟ لان ساعتها كنت ده ما فيهوش بقى محمد سامي. لا لا زي لان مثل الاغراب. لان كنت مضيت ساعتها مسلسل زعيم عادل امام عفاريت عادل علام وكنت مضيت رايح المدام. فكنت مضيت مسلسلين. وانا لما مضيت رايح المدام كان الاتفاق ان انا اعمل رايح المدام بس لانه مسلسل انا فيه من يعني فيهم A to Z فوقت التصوير كبير جدا. ورفضت كل الاعمال التانيه. ولما جالي استاذ عادل امام بدون تفكير قلت لهم انا يا جماعه مش هقدر. انا ما اقدرش ارفض مسلسل بطوله الزعيم عادل امام. طبعا يعني ما فيهاش دي فرصه ما بتجيش لاي حد خالص. فقلت خلاص انا هستحمل وهقدر ان انا اوفق بين مواعيد التصوير وهبقى مضغوطه شويه بس مش مشكله لان فرصه ما اقدرش ان انا افوتها يعني. وبعدين جالي هذا المساء. فلما قعدت معاه قلت له انا زعلانه. اول مره ارفض دور وابقى زعلانه. انا عامه ما بزعلش على اي دور برفضه ابدا. ابدا. الدور ده والله بسمع انا كنت بجد زعلانه. يعني اعتذرتي وانت زعلانه؟ زعلانه جدا. كان نفسك فيه جدا. وقلت له لو سمحت المره الجايه كلمني بدري. ما هو ما يعرفش صدقني انا لو بدري هعمله من غير تفكير. قال لي انا لو كنت كلمتك بدري كنت مضيتيه. قلت له طبعا. طبعا. طيب هاي عرافه عندك حاجه تاني؟ طب انت فاكره
لما خدوكي انتي ومحمد سامي على الاسم في بلد اوروبيه وكنتوا هتتحبسوا؟ تتحبسوا؟ واتحبستوا؟ هي تقول لك بقى. وانا لا. لا 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 محمد سامي اتحبس؟ مش اتحبس. وانتي بعتيه ولا ايه؟ لا مش اتحبس. قولي. هقول لك. لا هو ما هو الاستاذ القصه اللي انا حكيتها في مسلسل نسل الاغراب اللي حكيتها مع امير كراره مع غفران لما هو نسي المفتاح. دي القصه دي حقيقيه ومش جايبه من وحي الخيال يعني. احنا كنا مسافرين فالاوتيل كبير قوي عارفه اللوبي بعيد جدا 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 على الاوضه. فكنا راجعين بالليل وصلنا عند الاوضه الكي ما بيفتحش. فقلت له محمد روح هات مفتاح وتعالى. قال لي تعالى معايا. قلت له مش هاجي. مش قادره بقى. مش هاجي. عارفه خارجين بالليل وبتاع. قلت له مش هاجي. روح هات المفتاح وتعالى. قال لي طب خلاص انا جات لي فكره. فقال لي احنا نلف من ورا هننط من البلكونه نبقى في الاوضه. فرجعنا من ورا لفينا من ورا ومحمد نط من الاوضه يعني نط من البلكونه دخل الاوضه تاتا طلعت مش اوضتنا. يا نهار ابيض. طلع في راجل وست جوه. لا بعدين طبعا الراجل بهدلنا ومحمد متضايق ان الراجل بيتخانق معايا يعني بيتخانق معايا ليه يعني بيقول له خلاص انا اتلخبطت في الاوضه خناقه من البلكونه ومتضايق ومتضايق محمد متضايق رأى ازاي صحيح الراجل يعترض ايه المشكله يعني راجل ومراته قاعدين فاحنا دخلنا عليهم يعني لا دي قصه وبعدين بس بقى خناقه بين الراجل ومحمد خدونا طبعا على الاسم وبيتوا في الاسم لا لا ما بيتنيش حلوا بقى الخلاف بقى خلاص ما الموضوع بقى يعني لازم يعني محمد خليك لطيفه واعتذر للراجل احنا احنا اللي دخلنا يا محمد احنا اللي دخلنا على الناس تاخدي حاجه كمان لينا مواقف وطرائف في السفر طيب يا ستي ولما اديتي محمد سامي ميعاد عرض مسرحيتك بالغلط لما كنت لسه في الجامعه عشان ما يجيش يتفرج عليكي كنت بالاماره بتعملي مسرحيه سجن النساء انت وزمايلك طب ليه عملتي كده مع محمد؟ عشان انا يعني كنت لسه مش بمثل فكنت بتكسف جدا وبعدين بتكسف منه يا برضه محمد ممكن يتنمر عليا عادي على فكره فعلا يعني. هو اللي من نوع النخشب كده يقعد يتنمر عادي جدا يقلش زي ما بيقولوا عليكي فعرف ان انا بعمل مسرحيه فقال لي انا عايزه اجي اتفرج عليكي فقلت له طيب اوكي هي يوم الثلاث الساعه 11 هي المسرحيه كانت الساعه 7 كانت من خليتي تيجي بعد ما خلصتي من 7 ل 10 راح بقى لها الناس بقى بتنظف المكان وبتاع مش عارف ايه وكلمني قلت له لا محمد انت بالذات انا ما اقدرش اخليك تيجي تتفرج عليا عشان كان هيتنمر عليك طبعا كان هيتنمر عليا جدا طب بجمله الاعتذارات بقى اتعمل فيكي مره العكس مضيتي مسلسل طريقي واشتغلتي مع المخرج والمؤلف على الدور وجهزتي نفسك واللبس وقبل التصوير بيومين حصل اللي ما كانش على الخاطر ولا على البال لا اكيد غلط هي تقول لك بقى انت كنت في مسلسل طريقي فعلا ازاي يعني مش فاهم عملتي فيه حاجه دخلتي عملتي حاجه كنت اعمله مضيته بس ما صورتوش مضيته وايه شيرين مشيتك دي يعني محمد شاكر خضير المخرج كلم محمد ساعتها وقال له عندي دور حلو قوي لمي هي مي بتمثل براك كنت انا لسه بادئه يعني فقال له هي تمام انا ما عنديش مشكله انها تمثل برايا كان محمد قال لي يعني ان هو انا ممكن امثل برا بس في حاجات معينه فقال له بس المسلسل ده انا عارف ان انت يا شاكر بتعمل مسلسل شيرين انا عندي مشاكل مع شيرين هما كان في مشاكل كان في مشاكل بينهم ساعتها فهل شيرين عارفة إن أنت عايز مي في دور؟ قال له أنا تمام ودي ترشيحاتي وأنا ما حدش بيدخل في ترشيحاتي. قال له تمام بس هل شيرين عارفة إن أنت عايز مي في دور؟ قال له لا أنا تمام. قال له طب خلاص هديك رقمها. كلمني ورحت قعدت معاه هو وتامر حبيب وقعدنا على الدور وهم قالوا لي إن الدور يعني هم مش شايفين حد غيري في الدور وإن الدور هما الاثنين فكروا فيها في نفس الوقت وكلموا بعض في التليفون وشافوا ان انا مناسبه جدا وبقى لهم فتره بيدوروا على حد ومش عارفين مين فانا يعني ان انا جيت في مخهم حاسوا ان الدور يعني مرسوم عليا انا بحب تامر حبيب جدا وبحب كتاباته جدا 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 والدور عجبني قوي مضيت الدور
خدت كان مكتوب 15 حلقة، خدت ال 15 حلقة. كان محمد ساعتها بيصور فيلم في الغردقة، رحت على الغردقة وخدت ورقي معايا وقعدت اقرا في ال 15 حلقة وذاكر. اذاكر عجبني قوي الدور، فقالوا لي لازم تيجي يوم الأربعاء تعملي فيتنج اللبس عشان التصوير يوم الجمعة الصبح بدري. تمام. واحنا راجعين في الطريق مش فاكرة مين اللي كلم محمد ساعتها، شاكر أو المنتج الفني مش فاكرة مين. قال له هي المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة قوي للدرجة دي؟ فعلا؟ قال له ما أنا قلت لك، ما أنا قلت لك. قال له هي مش موافقة إن ما تبقى في المسلسل. شيرين عبد الوهاب رفضت إنك تشاركيها في المسلسل. لأن كان عندها مشاكل ساعتها مع محمد. عموماً أنا ردي إيه اللي جاب القلعة للبحر؟ إيه علاقة الشغل اللي بالحاجات دي؟ الشغل شغل يا أستاذة والسلام عليكم. يا عادي والله يا مقوماتية أنتِ. ما زعلتش والله يا بسمة. ما زعلتيش؟ خالص. يا سلام. والله العظيم. ممكن ما تكوني ما زعلتيش من شيرين عبد الوهاب بس زعلتي على الدور. ما زعلتش على الدور. مع إني كنت حبيتيه وذاكرتيه جداً. ذاكرته وحبيته جداً ورجعت مخصوص من الغردقة. عشان كان عندي تصوير ثاني يوم وما زعلتش عليه. ليه؟ لان ما اعرفش يا بسمة، انا بحس ان ربنا بيقف معايا، انا بحس ان ربنا بيساعدني. اول ما الدور اول ما الدور اتاخد يعني ما بقاش معايا، قلت يبقى الدور ده هيبقى وحش. قلت خلاص يبقى اكيد الدور ده وحش. الدور ده مش هينجح. طالما انا مؤمنه ان ربنا بيعمل لي دايما الخير، طالما الدور ده اتاخد من عندي يبقى الدور ده وحش هيسقط. وما نجحش فعلا الدور نجح. ده؟ جدا. وما زعلتيش؟ بالعكس، قلت طالما نجح يبقى ربنا شايل لي حاجه احسن. قلت اكيد ربنا، اكيد في حكمه، اكيد انا ما بعملش حاجه وحشه لحد. بعدها بسنه عملت الاسطوره. والله العظيم ساعتها انا قلت وشهد قصرت الدنيا في الاسطوره على فكره. جدا. فساعتها قلت حسيتي انه ربنا بيطبطب عليكي بقى. يعني انا قلت طب انا لو كنت عملت الدور ده هو برضه ما حققش 10% من نجاح شهد. ويمكن لو كنت عملت الدور ده واتشفت ما كنتش جيت في دور شهد. حلو قوي كل المنطقيه اللي انت بتتكلمي بيها دي. حلو. ويعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. خالص. طيب احنا خلصنا فقره العرافه، مستعده للي بعده؟ في بعده؟ في بعده. ايه بس ما عايزه مني. اللي جاي ده لطيف. يلا اوكي. هسألك سؤال بس يا مي. بتحسي انه عدم الرد قوة ولا ضعف؟ قوة. عدم الرد على فكرة صعب جدا يا بسمة. طبعا. صعب جدا. صعب جدا ان حد يكتب عليكي حاجة او يسألك في حاجة وانت ما ترديش. الاسهل ان انت تنفعلي وتردي وتكتبي وتقولي يعني. انما الاصعب انك تتحكمي في مشاعرك طبعا وغضبك. انت عارفه مره محمد حصل له مشكله كده واتظلم فيها جدا. جدا. كان متضايق، قلت له حقك هتاخده. في مثل دايما بيقول ان حقك دايما هيتاخد لك، بس انت لو محظوظه كفايه ربنا يخليكي تشوفي حقك وهو بيتاخد. ممكن تبقي مش محظوظه كفايه ما تشوفيهوش بس هو اتاخد. فلما حصل له المشكله بعدها حقه اتاخد بعدها بكتير. ولو بعد حين بكتير. لأنصرنك ولو بعد حين. بكتير يعني بعد سنه في سنه في سنه. قلت له بص لو كان اتاخد في ساعتها من في المنطقه اللي انت عايزها مش قد اللي انت شايفه دلوقتي، مش قد الحق اللي ربنا ردهولك دلوقتي. طب عايزه اسالك سؤال يا معي، اتعلمت ايه من عادل امام؟ اولا التواضع. التواضع جدا. يعني ايه انا اول يوم تصوير استاذ عادل هو اللي يجي لي حط اوضتي ويخبط عليا ويقول لي مبروك اول يوم تصوير. وعلى فكره ده يعني ذكاء مهني جدا، لانه ده هيخليكي انك تبقي عايزه تبدعي. لا بس ما ده لما بيبقى الشخص كبير تشجيع. الشخص لما بيبقى كبير، لما بيبقى نجم بجد، اخلاقه بترتفع. استاذ عادل انا اتعلمت منه كتير والالتزام. استاذ عادل تظبطي عليه الساعه، بيحفظ، بيلون ورقه قبل ما يجي، جاي حافظ. استاذ عادل دلوقتي محتاج انه يعمل كده؟
استاذ عادل تحسي ان هو لسه يعني اكنه لسه في الاول. طب ايه موضوع سياسه الرفض اللي قاله لزميلك قدامك؟ انا كنت بمسك استاذ عادل اهري اسئله. استاذ عادل ايه اكتر فيلم حبيته؟ استاذ عادل ايه اكتر دور ما حبيتهوش؟ طبعا ما انتي استاذ عادل انت كنت حاسس ان انت كنت هتوصل لده؟ طب انت في الجامعه بصي بحاول اخد منه كل المعلومات. انا قاعده مع عادل امام طبعا يعني اسطوره يعني اسطوره يعني مش معقول طبعا مش معقول. فكنت بقول له طب الرفض طب ايه؟ طب انا شايفه ان الواحد بقى المفروض يرفض. فزميل جنبي فقال انا انا برفض مش بعمل غير الحاجات الدور اللي انا احسه تبرع بقى ولد لسه جديد كان زي اتحمس اتحمس بقى ولا. راح بس قال له تليه مش لما تتعرف الاول وهو كان معروف زميلك ده ولا مش قوي؟ لا لسه يعني لسه سياسة الرفض اصل هي بترفضي لما الناس تعرفك، لما خلاص يبقى معروف انت اسمك كذا تبتدي بقى ترفضي او تحبي او تنقي اسمها تنتقي يعني تنتقي اعمال كان طول ما انت لسه مش معروفه يعني تعملي ايه؟ وانت هتبتدي تنتقي ولا لسه؟ انا بنتقي واثقه من نفسك قوي. طيب محمد رمضان بقى اتعلمتي منه ايه؟ احساسه في التمثيل. احساسه في التمثيل؟ انا بحب احساسه جدا جدا جدا. بالذات في حاجات معينه انا كنت بحب اتفرج عليها جدا ليه؟ يعني انا رحت له مسرحيه اسمها رئيس جمهوريه نفسه. مش معروفه يعني مش كوميرشال المسرحيه. بس المسرحيه حلوه قوي هو كان ممثلها حلو قوي. فانا يعني انا بحب تمثيله جدا جدا جدا. شايفه انك يعني اخدتي من كل واحد اهم دي اهم الحاجات اللي انت شفتيها وتعلمتيها. يعني وبعدين انا يعني اول دور ليا اتشهر كان مع محمد رمضان فهو كان وشه حلو عليا برضه جدا. وكان بيبشرني في اللوكيشن من قبل ما رمضان يعني من قبل ما ندخل رمضان من قبل ما المسلسل يتباع. بشرك بايه بقى؟ قال لي الدور هيكسر الدنيا انت يوم 6 رمضان هتشوفي انت في الشارع ايه. بشرني جدا بجد قال لي كده. يبقى احساسه زي ما انت شايفه احساسه عالي. طيب يلا عروستي يلا عروستي. نبدا بقى اقول لك الاوصاف وهتقولي لي عروستي لما ما تعرفيش. جاهزه يا مي؟ جاهزه. يلا بينا. يلا بينا. عروستي اتجمعتوا في عمل واحد وكانت دايما بتتودد لك وتقرب منك. عروستي حاولت تتفق مع الماكيرة بتاعتك علشان تسيبك وتاخدها هي. عروستي مرة في خروجة ليكي كنتوا في عزومة وجت فرضت نفسها على العزومة دي وهي أصلا مش معزومة. عروستي عروستي لما فشلت بقى تدخلك من كل ده راح تدخلالك بقى من مين ناحية مين؟ جوزك محمد سامي. عرفتيها ولا لسه؟ عرفتها عرفتها من بدري على فكرة يعني. بجد؟ يعني من أول ما قلتيلي موضوع الماكيرة وأنا عرفتها. أنزل الصورة؟ لا مش عايز تنزل. ما أنت عرفتيها خلاص. بس يعني مش عايزة أنزل الصورة. هتروحي للقاضية ممكن؟ مش مشكلة. ده عقاب. القاضية ممكن. ودوها على القاضية ممكن. القاضية ها؟ القاضية. انت اللي رحت لها برجليكي. ماشي. متوقعة انزلك صورة مين؟ احنا القاضية ممكن بننزلك صورة، صورة صادمة بتبقى. صادمة؟ صادمة. اللي فات مش صادمة. كل اللي فات ما كانش صادم؟ خالص. بس عروستي مالهاش علاقة بالقاضية ممكن. اوكي. مش نفس الشخصية. مش عارف. مش عارف. احنا اتكلمنا على كل حاجة. ما خلتش حاجة. نزلي مين؟ نزلوا لها القاضية ممكن. الفنانة غادة عبد الرازق. يا توجهي لها كلمة يا تطلبي مني إن أنا أنهي الحلقة وأنزل بالتتر. لا ما عنديش كلمة. ننزل بالتتر. ننزل بالتتر. ننزل بالتتر. بناء على رغبة الضيفة مايا عمر
ننزل بالتتر. مستعد لحلقتنا؟ نعم، امال جاي اعمل ايه؟ امتى الشيطان انتصر على محي اسماعيل؟ انا بخاف من نفسي. نروح لاول خطيئه؟ وانا اخطات معاك النهارده، وانا عشان ببوح يبقى اخطات. لو في قطايف وكنافه بعد الحلقه اسماعيل بقطعه وقطعتين. طب والفنان يعيش ازاي؟ يعيش عنه معاش. هو في ايه؟ هو في ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش اللي جاي هنا ليه. فيها لا خفيها.